بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ويجوز للإنسان، وعبر بالإنسان لأنه يجوز للمسلم وغير المسلم وليس للمسلم فقط، يجوز للإنسان سواء كان مسلما أو كان غير مسلم أن يشرع روشنا. الروشن هو ما كان له بروز في الطريق، حتى تكون الأجواء لطيفة كانوا يبنون المباني بمساحات معينة للشوارع، فالشارع يسير فيه المارة والدواب والأحمال لخدمة الناس، فهذا الشارع يبنونه بطريقة معينة وارتفاعات معينة من أجل أن يلطفوا من الجو في وقت الصيف في الحرارة، فترى فيه هواء يأتيك لا تعرف من أين يأتي، جوا لطيفا معتدلا، وفي الشتاء تراه دافئا. جاي منين الدفى؟ ما تعرفش، جاي من طريقة بناء البيوت مع المساحات والارتفاعات. ومن هنا كان أمر ذلك بيد الحاكم. اللي احنا دلوقتي عملناها في الحي هو المسؤول دلوقتي عن إعطاء التراخيص، نعمل هنا الخطة، الشارع قد ايه، الجنينة قد ايه، البركة قد ايه، الارتفاع قد ايه، وهكذا. ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا. فيجي بقى الإنسان ده عنده محل، فعايز يطلع حاجة كده روشا عشان يعمل ضليلة، علشان اللي قدامه يعمل روشا ويعملوا عليها مظلة، زي تنزل الخيامية كده تلاقي النظام ده، علشان يعملها مخزن، كانوا يسموها زمان الصحارة، يعني يشيلوا فيها الحاجات اللي تشغل مساحة الدكان، فعشان الدكان يكون فيه مكان للحركة ولعرض السلعة وللزباين، هم يعملوا الروشن ده، حاجات مختلفة كتير. الروشن ساعات يتعمل مع البناء، وساعات يتعمل بعد البناء، ساعات يتعمل من نفس طبقة السقف، يطلعوا شوية كده وعامل زي البلكونة، يبقى الروشن هنا اللي هو منه فيه بلكونة، والروشن دي هتلاقي متعلق، يعلق عليه فانوس ينور الدنيا، يعلق عليه مظلة، وهكذا. لكن الروشن الجناح، حاجة بجناح في طريق نافذ، طريق يبقى أدخله من هنا أطلع منه من حتة تانية، ما يبقاش حرس سد. الحرس سد
أدخل أصطدم ببيت سد علي الطريق، يبقى أنا لو دخلت هلاقي عدة بيوت على إيدي اليمين، عدة بيوت على إيدي الشمال، وفي بيت سادد الطريق، يبقى ده غير نافذ. لكن لما أمشي في الشارع فاطلع على شارع تاني أو على ميدان، يبقى ده طريق نافذ. الشرط إيه بقى؟ لا يتضرر المارة به، لا ضرر ولا ضرار، يبقى ما فيش أذية. يبقى الجناح اللي أنا أعمله أو المخزن أو البلكون أو اللي تسميه زي ما تسميه روشاً ما يضرش المار، يبقى لازم الارتفاع يبقى مناسب علشان ما يضيقش الدنيا، ما يدخلش الجمل بما حمل فما يعرفش يمشي لأن الدنيا ضاقت. لكن لما يكون مرتفع يبقى لا بأس به، ولما يكون منخفض هيعور المارة أو هيعوق الحركة. ولا يجوز في الضرب المشترك، اللي هو بقى غير النافذ، غير النافذ بنسميه الضرب، وسموه ساعات العطفة، ويسموه حرسد. الحرسد دي اللي هو الضرب ده ضرب العيد، لما بقى يبقى الضرب كله بتاع ملك واحد بس، هم يسموه ايه؟ ضرب. ضرب يعني حتت مغلقة على أهلها. عيد ده كان راجل عنده 20-30 بيت، 10 هنا وعشرة هنا واثنين سدين الحتة، فيسموه ده ضرب العيد، يعني ضرب مختص بالشخص ده. ومين عيد ده يا شيخ محمد؟ ده جدي، واخد بالك؟ يعني موجود الكلام، موجود وعشناه اهو، بس جدي بتاع القرن 19 1820، فيسموه ضرب العيد. تلاقوه في منطقة بني سويف دي ولا في محافظة بني سويف. ضرب العيد ده مقفول، بس كله بتاع عم العيد ده، هو اللي هو كان عنده مصانع بتاعة الزيوت. يبقى ممكن يبقى عيد الزيات. طيب، ده عشان انت بتحب الاشخاص والبتاع تحفظهم وكذا. ويجوز تقديم الباب في الضرب المشترك، يبقى احنا لما هندخل بقى الضرب ده وواحد من اولاد عيد عايز يعمل حاجة يستأذن الباقي، ما تلاقيهم بقى ولاد اخوه، ولاد عمه، اخواته، حاجة زي كده. ويجوز تقديم الباب في الضرب المشترك، ادام ضرب مقفول على روحه كده، نحط الباب فين؟ نحط الباب بعد، يعني بنتفق فعايزين نحطه، فهنحطه في البداية عشان يقفل على الجميع. وساعات كانوا يحطوا الباب ده ويقفلوه بالليل زيادة في الأمان، لحسن حرامي يجي، لحسن هجام يهجم، هم يقفلوا الباب ده ويعملوا فيه الاحتياطات اللازمة انه ما يعرفش يقتحموا ولا يتجاوزوا. التقديم معناه انه على فم، على فم، على بداية الضرب. طب والتأخير معناه ايه؟ بيجي البيت الاول والبيت الثاني بيقولوا لي يا مولانا انت كبير الحارة او الضرب، الحارة سد، فلو سمحت عايزين نستأذن لان احنا بنيجي متأخر بالليل، فمش عايزين نقلق الناس ونخبط ونعمل ضجة وينزلوا يفتحونا.
وأشياء من هذا القبيل. البيبان زمان كانت تتقفل بقفل كده من الخشب اسمه الرتاج. الرتاج يعني ايه؟ القفل. فلما هنزل الرتاج ده مش هتعرف انت تفتح الباب، وانت جاي متأخر على ابو الساعة واحدة واتنين، مش عايز تقلق الناس ولا تخليهم ينزلوا الى اخره، تعمل ايه؟ فبستأذن الناس اللي هم الشركاء، قد يتمثلوا في افرادهم وقد يتمثلوا في كبير بتاع الحارة، ان احنا نأخر الباب ده ونخلي بيتين من الضرب بره، فلازم اخد اذنهم في التأخير لكن ما اخدش اذنهم في الابتداء. الابتداء ده عادي الكل موافق عليه، لكن التأخير يبقى لازم ناخد الاذن. ويجوز تقديم الباب في الضرب المشترك ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. لازم نستأذن. احنا بنقرأ الفقه على ما كان عليه الأمر، لكن بنأخذ المنهجية. فين المنهج هنا؟ المنهج هنا وراه العدالة، المنهج هنا وراءه المصلحة، المنهج هنا وراءه انك تكبر الكبير، المناجين وراءه انك انت تفعل النافع لك وللناس، المنهج هنا وراءه انه وراءه علم متمثل في العمارة، عمارة البيوت وجوار البيوت وبناء الأبواب دي والحاجات دي إلى آخره. إذن وراءه منهج، منهج ده بنقعد نتأمل ونتدبر ونفكر ونجيبه ونيجي مطبقينه على الحالة بتاعتنا. يعني مش ضروري دلوقتي يبقى فيه ضرب ويبقى فيه حرسات ويبقى فيه للحارة بوابة ويبقى فيه وهكذا. عملنا حاجات اسمها الكومباوند، هم لازم الكومباوند ده نراعي فيه العدالة، نراعي فيه النظام، نراعي فيه المصلحة، نراعي فيه الأمن والأمان، نراعي فيه الحماية، نراعي فيه وهكذا. الحاجات اللي بنتعلمها ما نقفش عند صورة الضرب وصورة البوابة. واحد يقول لي لا انت لسه في الضرب والبوابة، ما خلاص تجاوزناها من زمان، وتخطيط المدن غير كل هذا، ولا بقى فيه ضرب ولا بقى فيه بطيخ. وفي لبنان يقول لك بلوط، لا فيه ضرب ولا فيه ايه بلوط. البلوط ده شجر من الاشجار، نوع من الأشجار. والبطيخ انتوا عارفين معروف ولا لا؟ وهو بالكسر في القاموس بطيخ، ما فيش الفتح خالص نهائي. ويجوز تقديم الباب في الضرب المشترك ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. يبقى نستفيد من هذا أن نقرأ الفقه بعين المنهج، بعين ما وراء الصورة والحكم وليس بذاتها. وهذا فارق كبير جدا بين ما نتعلمه في الأزهر وبين ما عليه النابتة. النابتة لا يخطر في بالهم هذا أبدا، ويقول لك منهج إيه؟ بلا منهج بلا بلوط برضه. ده اللي هي الإرهابي اللي في لبنان بتاع مصر يقول لك بلا منهج بلا بطيخ. نصلح حال نقول له لا، بلا منهج بلا بطيخ، وكلامك خطأ، حتى بطيخ دي أنت صححتها
برضو كلامك على بعضه كده خاطئ. وهكذا. ثم دخل في الحوالة في الأمور المالية بعد ما انتهى من الصلح، وبعد ما انتهى من ترتيب الاجتماع البشري كما هو حاصل الآن وبعد الآن. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يفتح علينا فتوح العارفين به، وأن يجمعنا على الحق في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. أنت معك حاجة عايز تقولها ولا إيه؟ ولا مش دلوقتي ولا في المولد ولا؟ ها؟ إيه؟ أيوة دلوقتي ولا في المولد ولا؟ دلوقتي؟ لا، ما أنت لو خدت دلوقتي مش هنأولك في المولد، هنخلي الشيخ عبد الله هو اللي يقول كل حاجة. على كل حال نسمع سيدي محمد وسام بشرط ان لا يعني خلاص احنا نسمعه المره دي يعني اكتفاء من كل المرات. قول السند، قول سيدي عياض عامل حاجه لطيفه كده، رساله الى سيدنا، فهو هيقرا الرساله من الشيخ عياض صاحب الشفا في معرفة حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى سيد الخلق. وعياض كما تعلمون أنه كان من كبار علماء المالكية في المغرب، ومن كبار علماء المسلمين، وكتابه الشفا ألقى الله عليه القبول، وخدم مرات وشرح شرحا كبيرا. والشيخ معنا النهاردة يمكن أشرف سعد، ما أنا شايفه الشيخ أشرف سعد حققه بشرح الشهاب، فربنا يفتح عليهم وعليكم وعلى الشيخ محمد ونسمع بيقول ايه. Oh.
اشفع لي ولوالدي.
فتح الله عليك، أحسنت. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ونحن في 24 من صفر الخير، وصفر الخير نهى رسول الله عن أن نتشاءم بشيء منه، فما شاع وذاع من بعض الأدعية في أوله وفي أوسطه وفي آخره، وكأنه وقت نزول بلاء أو نحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا ولم ينصح بهذا، ولذلك فهو شهر خير، وهو شهر يمهد لدخول شهر ربيع الأنور الأول، وهو الزمان الذي تشرف بقدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين، فأصبح هذا الشهر ربيع الأول مسمى بالأنور، وهو محل ميلاد النبي زمنا، ولذلك نفرح به كلما قرب. فضل 6 أيام ويبدأ، والمولد إن شاء الله يحتفلون به قطعا في يوم الوفاة، انتقاله إلى الرفيق الأعلى وأداء رسالته على أتم ما يكون، والدخول في بحبوحة وفسيح رضوان الله سبحانه وتعالى وما عنده من خير في 12 من ربيع الأنور. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. نحتفل بالمولد الشريف، وإن شاء الله ربنا يمكننا بعد أن نحدد يوما معينا أن نحتفل به هذا العام، بعدما رفع حظر الكورونا وأذهبها الله عنا إلى حيث لا رجعة إن شاء الله. فبعد ذلك تتبعوا متى يمكن أن نفعل هذا. كل عام وأنتم بخير. وأما تعيين متى سيكون ذلك، كان مشايخنا القدماء يحتفلون بالمولد في ربيع الأول، ومشايخنا الأقربون يحتفلون بالمولد في الربيعين، يعني زودوا خلوا المساحة، مش الاحتفال في ربيع فقط بل في الربيعين. ثم بعد ذلك شاع في الأمة أن كل من أراد حفلا وذكرى واجتماع وذكر وكذا إلى آخره يسمون هذا الاجتماع بالمولد، فيقول أنا عامل مولد كذا في أي وقت من أوقات السنة. هذا جاري في إندونيسيا وماليزيا والسعودية والمغرب ومصر والسودان وكل الدول الإسلامية. فالحمد لله رب العالمين، ونشهد الله أننا نحب النبي وأنه ليس لنا سواه كباب من الأبواب التي ندخل بها على حضرته سبحانه وتعالى، وأن النبي ليس كمثله أحد، كان فريدا وحيدا وكان أسوة حسنة، وكان صلى الله عليه وسلم معجزة في حد ذاته وفي أدائه وفي حياته وفي وفاته وفي حركاته وفي سكناته، فهو المثال الأتم صلى الله عليه وآله وسلم. كان إنسانا كاملا، وترقى من الكمال إلى الربانية، وترقى من الربانية إلى النور. وكان مشايخنا كلما قرأ القارئ في سورة النور يهدي الله لنوره فيقول صلى الله عليه وسلم، يعني يحملون نوره على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ يقرأ رسالة القاضي عياض
وهي رسالة من كل واحد فينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنه قد أتعب ظهرك، فهو يسألني هي ظهرك أو ظهره، فقلت له الشيخ أحمد مرسي كان يقرأها ظهرك، وكان عندما يقرأها هكذا يقرأ قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز، ويقف عليه ما عنتم، يعني هو هيحمل عنا البلاوي بتاعتنا ويتوسل إلى الله بأن يغفر لنا. وهذا نص حديث البيهقي، تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. فهذا هو تحمله للأمة ولما أخطأوا فيه من تقصير وقصور، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يتركنا، بل هو صخرة الكونين التي نعتمد عليها ونستند إليها، وهو صلى الله عليه وسلم يستغفر لنا ربنا، والله سبحانه وتعالى يستجيب له لجلاله عنده ولحبه فيه ولمقامه الشريف الكريم الذي أولاه الله له صلى الله عليه وسلم. فأقول الدليل بتاعها الوقف، يقف عند إيه؟ عزيز. وكان بعض الوهابية أو السلفية أو النابتة لما قلت له هذه القصة، أعوذ بالله يعني إيه؟ يعني هو يتحمل، ما فيش فايدة، يعني مخه ترباس كده، بنسميه عندنا في الصعيد قفل، يعني ما فيش حب كده وحلاوة كده وبقلاوة، ما فيش. البقلاوة دلوقتي في تركيا بقت ب3000 جنيه غالية، مفيش بقلاوة، حاجة وحشة قوي، وفي المطار ب7، ده بتحب تاخد هدية وكده اشتريها من حافظ ولا من حد علشان في المطار ب7، دي نصايح. فايه دي؟ انت يا ابني بهيمة البعيد، ما انتش فاهم، هو انت فاكر ان هم يجيبوا ذنوب الامة وهيحطوها على ظهر النبي؟ لا، هيجيبوا ذنوب الامة ويعرضوها على سيدنا فيقول اللهم اغفر فيغفر لها. ايه رأيك في الصورة دي؟ يودي لك وشه الناحية التانية، قال كأنه يعني مش فاهم. حاجة وحشة الحقيقة، يعني حاجة وحشة خالص، وزهقونا وهم زهقانين من نفسهم، بس احنا مش هنزهق. ده معانا الشيخ عمرو الورداني والشيخ محمد وسام والشيخ خالد غزو والشيخ عبد الله بكير والشيخ عبد الرحمن مش عارف مين والشيخ عبد الله ابو ذكري، عبد الله ايه؟ عبد الله عبد الرحمن الهادي وعبد الله ابو ذكري، يعني الائمه يعني، والائمه الدكتور احمد نبا وسمعنا منه قصيده كويسه، ومش عارف الشيخ علي ونيس والشيخ علي عبد الصمد والشغل ده انا وكله من علي فاد.